بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي كما علمتنا أن نحمد، وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد، وبعد. فقد وقفنا في نهاية اللقاء السابق عند قوله سبحانه: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. وقلنا إن المعنى في إجماله قد تكرر في سورة الأعراف، إلا أنه قال بذل إذ نجيناكم إذ أنجيناكم، واختلف أيضا في يذبحون ويقتلون. واختلفت هاتان الآيتان مع آية إبراهيم، لأن آية إبراهيم كانت من قول موسى، ولذلك عطف بالواو في قوله يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم. وقلنا السبب في ذلك: أولا في نجينا وأنجينا، وبقي أن نقول في قوله سبحانه يذبحون ويقتلون. الذبح لا بد أن يكون بفرج الأودجين، يعني رقبة كده، هفرج الأودج ده ويفجر الدم. لكن القتل قد يكون بذلك وبغيره، فالذي يميت خنقا والذي يميت إغراقا برضو بيقتل ولا لا؟ إلا أنه ما بيسلش دم. فكأن فرعون حينما أراد أن ينتقم من ذريات بني إسرائيل انتقم منهم انتقامين: انتقام لأنهم كانوا شيعة الهكسوس الذين ملكوا مصر استعمارا واحتلالا، ولذلك كان يوسف على خزائن الأرض، مش قال الملك ائتوني بي استخلصه لنفسي، فكأنهم كانوا موالين لهؤلاء. فلما أخرج هؤلاء أصبح بنو إسرائيل كأنهم من أنصار وبقية من بقية الهكسوس، فقعدوا يسومونهم سوء العذاب. طب ومسألة التقتيل والتسبيح دي؟ قال لك إنه رأى رؤية إن نار هبت جات له من بيت المقدس وأحرقت كل المصريين ولم ينجو منها إلا الإسرائيليين، فلما طلب تأويل الرؤيا عند أحباره وكهانه وإلى آخره، قالوا له إنه يخرج من ذريات إسرائيل ولد يكون زوال ملكه على زوال ملكك على على يده. فماذا يصنع؟ جاء بحكاية التسبيح والقتل دي، فأمر القوابل إن كل ولد كل ذكر يجي يذبح. فلما حصل هذا كثر القتل في ذريات إسرائيل الذكور، وكبر السن في الكبار يموتون حتف أنوفهم. فقال القوم الذين ألفوا السيادة وألفوا أن يكون هؤلاء في خدمتهم لفرعون ان يوشك بنو اسرائيل ان ما يبقاش عندنا حد عشان يقوم بخدمتنا، حدش يقوم بخدمتنا. فتوسطوا عنده فجعل الذبح عاما والابقاء على المولودين عاما. فهارون ولد في السنة التي لم يكن فيها ذبح، وموسى جاء دوره في السنة اللي فيها اللي فيها الذبح، وحصل ما حدث مما تعرفون. إذن علة التسبيح هي الخوف، الخوف من ضياع الملك. وعلة الثوم العذاب الأولانية دي كانت لأنهم كانوا من بقايا الهكسوس والمستعمرين. احنا قلنا كلمة يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم، إذا كلمة الابن إذا أطلقت تصرف للذكر، إنما الولد يطلق على الذكر وعلى وعلى الأنثى. يلاحظ إن التسبيح كان للمولودين، يبقى يذبحون أبناءكم ويستحيون مش بناتكم، مش كده القياس؟ إنما ده يدلك على معنى آخر، أن الحق أثر التعبير ويستحيون نساءكم على الفكرة المقصودة من إبقاء عنصر الأنوثة، لا حيصيرهم نساء سراري يتمتعوا بيهم، فما قالش بنات، لان كلمه بنات دي تفيد انهم برضو يفضلوا
قال لك لا، ما يقولون إليه حيصيروا إلى إيه؟ إلى نساء. وما دام حيصيروا إلى نساء يبقى معنى ذلك أنهم يريدونهم إيه؟ سراج. يبقى دي ودي زيادة في التنكيل، لأن الرجل حين يحجبه أمر يقضي على حياته يبقى خلاص سلم في نفسه، ولكن الذي يؤلمه أن يترك إيه؟ عملية شقة قوي. يبقى إذن العذاب جاء من ناحيتين، من ناحية إزهاك الحياة ومن ناحية إبقاء الإيه؟ النساء. إبقاء الإيه؟ النساء. وسمهم إيه؟ نساء. وكلمة نساء دي بيقولوا عنها اللغويين أنها هي نساء ونسوة ونسوان، كلها جمع، إلا أنه لم يرد لها مفرد، مع أن كل جمع يبقى له إيه؟ مفرد. يبقى له مفرد، لكن الجمع هو نساء بس كده، يعني نساء النبي، وقال نسوة في الإيه؟ في المدينة مثلا، ونسوان أيضا، دي كلها جمع. هذا جمع لا واحدة له إيه؟ لا واحدة له من لفظه. وإنما لذلك لما يقول لك واحد بقى يتعلم عليك يقول لك ما مفرد نساء، تقول له امرأة. تقول له ايه؟ امرأة. يعني دليل على ان ملوش ايه؟ ملوش مفرد من ايه؟ من جنس. كلام على الأول. اذن يسبحون ابنهم ويستحيون نساءكم، عرفنا الاشارة في قوله ايه؟ نساء. الحق سبحانه وتعالى وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ما هو البلاء؟ ايه البلاء دي؟ يظن الناس ان البلاء هو الشر، لا، البلاء يقول الله فيه ونبلوكم بالايه؟ بالشر والخير فتنة. اذن ففيه بلاء بالشر وبلاء بالايه؟ بالخير، ليبلي المؤمنين منه بلاء ايه؟ حسنا. اذن فيه بلاء حسنا. اذن كلمة بلاء لا تخيفك، تخيف ايه؟ انت هتنتهي من البلاء الى ايه؟ يبقى انت الذي تخيف نفسك بنهايتك من البلاء. ان كان البلاء والابتلاء فصبرت عليه، او بلاء بالنعمة فشكرتها، يبقى انت نجحت، يبقى البلاء كويس قوي. ادي معنى ليبلي المؤمنة ايه؟ بلاء ايه؟ حسنة. ونبلوكم بالشر والايه؟ ولذلك انا قلت في الحلقة اللي كده، فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فايه؟ فاكرمه فيقول ربي اكرمه، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه. يبقى اذا الابتلاء في الايه؟ وفي ايده، والابتلاء في ايدي. يبقى اذا كلمة الابتلاء ما تخافش منها، زي كلمة امتحان. هل تعني كلمة امتحان سقوط؟ لا. ولا قد تعني نجاح؟ نجاح. كذلك الابتلاء، هتنجح فيه ولا تسقط؟ حلو. هتنجح ولا تسقط؟ يبقى كلمة الامتحان في ذاتها مش مذموم. مذموم عند مين؟ عند الصاصر. عند اللي اللي ما بيذاكرش، اللي ما بيلتفش، وهينفضح. وهينفضح ايه؟ هينفضح امره. اذا كلمة الابتلاء، الله سبحانه وتعالى يقول في خليله ابراهيم: واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات، يعني اختبره ايؤدي او لا يؤدي. وما دام ربنا بيبتلي بالشر وبيبتلي بالخير، يبقى اذا ابتلى بالشر يريد من يصبر، مش كده؟ واذا ابتلى بالخير يريد من يشكر. علشان ايه؟ علشان ننجح. وفي ذلكم بلاء ايه؟ فان كنتم في سوم العذاب صابرين، ادي يبقى نجحت في البلاء. وان كنتم في استقبال نعمة الانجاء شاكرين، يبقى نجحت في البلاء. يبقى اذا فيها بلاء من ايه؟ من جهتين، بلاء بالشر وبلاء بالايه؟ وبلاء بالشر. الاشياء التي حدثت لكم من تقتيل وذبح وتعذيب وسوم عذاب وخدمة وإلى آخره، ان كنتم قد استقبلتموها بالصبر يبقوا نجحتم. والانجاء ان استقبلتموه بالشكر يبقى ايه؟ يبقى وفي ذلكم بلاء ايه؟ بلاء عظيم، يعني اختبار وامتحان ايه لكم. وكلمة البلاء وحدها لا توهم النفس انها سيئة، بل انها اما ان يكون للخير واما ان يكون للايه؟ الشر. وكذلك الفتنه، الناس بتظن الايه؟ الفتنه دي برضه وحشه. نقول لا، ده الفتنه معناها عرض الذهب على النار. الذهب لما يختلط بشويه مواد يقوم يعرضوه في البواتق على الايه؟ على النار، ويقعد كده عشان يطرد ايه؟ الخبث. الخبث بتاعه والمواد الغريبه، ويبقى ايه؟ هذه الفتنه. ولذلك احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ مش ممكن. يبقى برضو الفتنة ما تخافش منها، ما هي برضو الفتنة ايه؟ تطهير وتمحيص، علشان المعدن يطلع منه الخبث كله ويفضل معه الجوهر الايه؟ الجوهر الايه؟ النقي. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، اي بلاء من جهتين، انتم اللي تقدروا تنجحوا فيه ولا ايه؟ ولا تسقطوا.
برضو وإذ تاني وإذ فرقنا بكم البحر، لأن الإنجاء ده له وسيلة، له نجاهم إزاي من آل فرعون يذبحون أبنائهم ويستحون نساءهم، إزاي يعني نجاهم؟ أهي جاب حكاية إيه وسيلة الإيه الإنجاء. وسيلة الإنجاء خرج موسى وجمع القوم وكانوا مش عارف 600,000 على ما أظن كده، وطلع فعرف فرعون فخرج بإيه بـ1000,000. وبعدين لما شافوه ما بقى طبعا كان هناك قول من فرعون وكان قول من قوم موسى وقول من موسى إن هؤلاء لشرذمة قليلون، ده كلام مين؟ فرعون. وإنهم لنا لغائظون وإنا لإيه جميع حاذرون، ده اللي قاله مين؟ بيهون من شأن الإيه الجماعة. لكن قوم موسى ساعة ما شافوا الحكاية دي قالوا له أوزينا من قبل أن إيه؟ أن تأتينا من بعد ما إيه وجئتنا، إحنا أوزينا قبلك وأوزينا إيه بعدك، قال عسى ربنا سبحانه وتعالى أن إيه يهلك عدواكم ويستخلفكم في الأرض وبعدين ينظر كيف هتعملوا إيه، مش هو قال كده عسى ربكم أن يهلك. يبقى ثلاث تعليقات من المعسكر، معسكر فرعون قال إن هؤلاء لشرذمة قليل وإنهم لنا وإنا لجميع حاذرون، وقم فرعون قم موسى قالوا إيه، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد، يعني أنت قبل ما تيجي تعبنا ومن بعد ما جيت تعب. موسى بيقول لهم عسى ربكم أن يهلك ويستخلف كنتم في الأرض وبعدين هينظر كيف تعملوا. حصلت المسألة دي طبعا لما جه قوم فرعون بعددهم الضخم ده كده وبتاع وحاجات زي دي، قال قوم موسى ايه إنا لمدركون. ده كلام طبيعي ومنطق طبيعي، قلنا حين يتكلم الإنسان بمنطق الأسباب لا يتهم في كلامه لأنه يتكلم بالمنطق المحدود، فإنا لمدركون قطعا هذا البحر وهذا هو الايه العدو، مسألة مش عايزة كلام. لكن حين تخرج المسألة عن نطاق الأسباب إلى طلاقة قدرة المسبب حل آخر، ولذلك موسى لم يجد في كلامهم ما يناقض الأسباب، مش قالوا إنا لمدركون كلام صحيح، أم هو قال بملء فمه كلا كيف يقول على أمر يعلم أن الأسباب مؤيدة لمنطقهم ثم يقول كلا، ألا يخشى أن يكذب بعد لحظة؟ لا، ده لو كان بيتكلم بقانون الأسباب، ولذلك نقل المسألة من الأسباب إلى المسبب. الله إن معي ربي سيهدين، صحيح بمنطقنا إحنا مدركون، إنما بمنطق من أرسلني ولا يخذلني مش ممكن، إنما يعرف إيه اللي هيحصل لا ما عرفش، فقط تذكر أن من أرسله لا يخذله ولا بد أنه سيتم رسالته، وجاي رسول بس عشان ربنا يجيب أي واحد كده مش ممكن، فقال لهم كلا بمنطق الإيه بمنطق الأسباب، إن معي ربي سيهدين يعني يدلني على الطريق اللي لا الذي لا يحقق ما تخافون منه، مش يقولون مدركون. أم أوحى الله إليه أن يضرب بعصاك الإيه البحر، فضرب بعصاه البحر فانفلق. وربنا بده يصور لنا، احنا كنا قلنا في الكلام ده اظن مره اتكلمنا فيه وقلنا ان بقى قانون الماء الاستطراق وقانون الماء السيوله، وبعدين يقول لك فكان كل فرق كالايه كالطود العظيم، ازاي ينقل سيوله الميه دي وتبقى الميه دي جبل، الطود اللي هو الجبل، الطود اللي هو ايه الجبل. كيف تماسكت ذرات الماء هذا التماسك وبعد ذلك كل فرق من الايه من الناحيه دي ومن الناحيه دي كان ايه كالطود الايه العظيم. طيب لما في كل، ولذلك ايه وإذ فرقنا بكم، فرقنا بكم البحر يعني ايه فرقنا؟ الفرق والفصل بين شيئين، الفصل بين شيئين، والفرق الطائفه من كل شيء،
الطائفة من كل شيء. ولذلك قال فكان كل ايه فرق كالطود العظيم. وكلمة كل فرق تدل على انها فرق متعددة، لانها لو كان شق واحد ما كانش يقول كل فرق، فرقين بس. مما يدل على ان الشق ايه متعدد. الشق متعدد. قال لك الشق متعدد دي جاية في حتة الاسباط، فكأن كل واحد من سلالة سبط 12 سبط كل سبط له ايه طريق، له طريق سرداب يمشي منه. ليه؟ علشان هم حتى في الاستسقاء فانفجرت منه ايه 12 عين برضو عشان ما يزحموش ويبقى كل ايه وقد علم كل اناس ايه مشربه برضو في الحكايه دي. فكان كل فرق كالايه كالطود العظيم. وبعدين افرض ان الميه بقت كده والمكده، لكن الطين اللي في البحر ده قالوا ان الله ارسل ريحا مرت عليه فجففت، ولذلك يضرب لهم طريق في طريقا في البحر يبسا يبس، يمكن يتوحلوا في البتاع وتغرزوا فيه، فيبقى عايز حاجتين اتنين، عايزين كل فرقه كالطود وعايزين الطريق يبقى ايه يبقى. يقال انهم حينما ساروا قال القوم اللي مع موسى في الفريق بتاعه اين اخواننا، ما هم كل سبت بقى. قال انهم في طرق اخرى مزوازية لدي. قالوا لا نريد ان نطمئن عليهم. فقال موسى ورفع يده الى الله وقال اللهم اعني على اخلاقهم السيئه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فاوحى الله له ثانيه ان يضرب بعصاه كذا وكذا، فلما ضرب العصا صار في كل حاجز مثل الكوة طاقه زي دي كده مخرقه، فكانوا ايه يا ترى. طبعا لما نزلوا وعدوا في الناحيه الاخرى كان قوم فرعون وصلوا. قالوا ايضا ان فرعون ركب الفرس بتاعه، وبعد ذلك صور الله له اتانا عليها فرع مهره عليها ملك وشبقه، شبقه يعني تطلب ان ايه تخصب. شوف بقى الحيوان لما يطلب ان يخصب يبقى شكله ايه. بس فالفرس راح ايه جري علشان ايه عمليه جذب له، عمليه ايه جذب له. وبعد ذلك حينما خرج موسى وقومه في الجهه الاخرى اراد موسى ان يقطع عليهم الطريق حتى لا ياتوا من الطريق الذي خرجوا منه، فاراد ان يضرب البحر ليعود الى ما كان عليه. فقال الله له اترك البحر رهوا ساكنا على ما هو عليه، خليه زي ما هو، لان انا اريد انك انتم تنفذوا من هنا وهم يغترون ويمشوا فيه حينما يكون اولهم في اخر البحر من ناحيه دي واخرهم في اخر، اعيد الماء الى استطراقه فاكون قد انجيت واهلكت بالسبب الواحد. كريم وقادر مقتدر. الله سبحانه وتعالى يريد ان يمن عليهم بهذا، اولا انه نجاهم من العذاب واهلك عدوهم، فكان العطاء عطائين، عطاء ايجاب بانه انجاهم وعطاء سلب بانه ايه اهلك ايه اهلك عدوه. واذ فرقنا بكم البحر، ما دام فرقوا على قد الاسباط يبقى فرقنا بكم البحر. مثلا افرض انها كده البحر هنشبهه زي الكف كده، وكل فرقه هو كالايه كالطود، اما ان انتوا فرقتوا البحر بالطرق او البحر فرقكم، مش كده ايه يا الاصابع هي اللي فرقت الفراغ يا الفراغ هو اللي فرق الاصابع، مش هي كده يا انتم اللي فرقتوا بين كل فرقة كالطود دي انتم اللي فرقتم، هي اللي ايه اللي فرقت بينكم. اذا فالبحر مفرق ومفرق، البحر مفرق ومفرق. واذ فرقنا بكم البحر فانجيناكم واغرقنا آل فرعون وانتم ايه. هنا في السورة دي في الآية دي ما تكلمش عن فرعون، تكلم عن اغراق مين؟ آل فرعون. لان هو فرعون ده كان بيست
جسوم الناس العذاب بنفسه ولا بمن معه؟ بمن معه. وإن كان في آيات أخرى جابه أغرقناه ومن معه إيه أجمعين، وبعدين أفرادوا قال يوم نرجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، مش كده ولا لا؟ وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون إغراقهم. وحينما ترى لعدوك مصرعا، رؤيتك مصرع لعدوك ده لذة أخرى، لذة أخرى. أنت تبص كده تلاقيك أنت في مقام الانبساط بأنك انتصرت، وبعدين تشوفه هو كده تبقى ده إيه؟ وأنتم إيه؟ وأنتم أو ينظر بعضكم إلى بعض عشان تطمنوا أن كلكم إيه؟ أن كلكم نفدتم. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. لا حول ولا قوة إلا بالله. وعدنا موسى 40 ليلة أي ليعطيه المنهج. هو في المرة الأولى حينما آنس من جانب الطور نارا، وبعد ذلك تجلى الحق بكلامه عليه، كل ما كان عنده أنه أعطاه أنه رسول رب العالمين وأن أرسلك عشان تخلص بني إسرائيل من عذاب فرعون، وأني ممدك بآيات علشان يقتنع بها فرعون أنك أنت ما انتش جاي بدون سند وبدون ركن رشيد. المنهج ما كانش لسه جاي، المنهج بعد العملية بقى دي وطلعت حيجي المنهج. فالله سبحانه وتعالى واعد موسى علشان يديله المنهج 40 ليلة اللي هي برضو ايه 30 ليلة واتممناها ايه بعشر. ساعة يتكلم الدين عن الزمن يتكلم دائما بالليلة. يعني احنا مثلا لما نيجي نصوم نقوم ندخل شهر الصوم بدخول ليلة، مش كده ولا ايه؟ لأن الليل كما قلنا فيه علامة مميزة للتأريخ. قلنا إن الشمس تشرق كل يوم وتغرب تدين اليوم، إنما ما تقدرش تعرف منها الشهر. لو عندك حسابات دقيقة لافتراق مطالعها تستطيع أن تعرف، إنما العين المجردة ما تجيبهاش. إنما العين المجردة تعرف إن الهلال لما يطلع كده يبقى بدأ الإيه؟ بدأ الشهر. يبقى إذن يدخل النهار في منطق الدين بدخول إيه؟ الليل. بدخول الليل. ولذلك نصلي التراويح قبل ما نصوم، مش كده؟ نصلي التراويح قبل ما نصوم، وبعدين يكون آخر صلاتنا برمضان صيام ما هوش قيام، مش كده ولا إيه؟ يعني الأول نصلي إيه؟ التراويح، لأن دي ليلة من ليالي إيه؟ رمضان. وفي آخر يوم في رمضان نصوم والنبى بعدين ما فيش عندنا تراويح، لأن دي بتاعت إيه؟ بتاعت العيد بقى. يبقى كأن الليلة هو المعيار الزمني الذي يحتسب في الإيه؟ في الدين. وما فيش ليلة في الدين بتتبع النهار إلا في شيء واحد، وهي الليل اللي يجي بعد يوم عرفة. يبقى عرفة يعرفوا بيوم وبعدين تيجوا ايه؟ ليل. تيجي الليلة اللي هي بنروح فيها على مزدلفة وبعدين نروح نرمي ايه؟ روح نرمي الجمرة. يبقى اذا الليلة هي ايه؟ هي ابتداء الزمن الذي يراد في التدعي. والزمن عند الله عدته 12 ايه السنة؟ 12 ايه شهر. إذن السنة الميلادية زي ما احنا بنقول بتختلف عن السنة الهجرية. ولذلك أنا قلت في سبب ذلك أن الله سبحانه وتعالى وزع رحمته على كونه كله، فلو أن المواقيت الدينية سارت على التوقيت الشمسي لكان رمضان لما يجي في منطقة في حر يفضل إيه؟ حر على طول، حر على طول، وفي برد يطلع إيه؟ برد على طول. قال لك لا، احنا نروح موزعينها ونعملها هجرية، لان الهجرية دي هتعمل ايه؟ قمرية. ويبقى في 11 يوم وقد كده، يبقى كل 33 سنة تفرق ايه؟
تفرق مثلا ايه سنه. ولذلك قلت لكم ان ربنا لما جه يتكلم عن قصه ال الكهف ولبسوا في كهفهم ايه 300 سنين وبعدين قال وازدادوا 9. كلمه وازدادوا 9 دي طب ما قالش ليه 309 ونخلص؟ قال لك لا هم ما يعرفوش الا 300 لانهم كانوا بيرخوها بالشمسيه فلا يعرفون الا ايه. فلو انا قلت لهم من اول 309 يقولوا لا ده احنا هي 300 بس صح. لكن التوقيت عند الحق سبحانه وتعالى توقيتهم بالليله. فيقول ايه ولبسوا في كهفهم 300 سنين وال300 سنه دول هم اللي زادوا 9 سنين. يعني زياده جايه من بطن ايه؟ من بطن الشهور من بطن ال300. الله. يبقى اذا كل زادوا قد ايه؟ 9 سنين. 300 يبقى كل ايه؟ كل 100 سنة. 3 سنين. كل إيه؟ سنة تزيد 3 سنين. يبقى ال 11 يوم اللي هي فرق. هذا اعتبار التوقيت بالليلة لأن الهلال يدلنا دلالة كونية تقصية على مدخل الشهر والشمس ما تقدرش تديني دي. فنعرف اليوم بالشمس ونعرف الشهر والسنة بالليلة. بالليلة. وتبين أن التوقيت بالزمن القمري أضبط من التوقيت بالزمن الميلادي لأن ده يفرق في كل 400 سنة يوم ودوك هيفرق في كل 2400 سنة يوم. ولذلك عموم البحار وعالم الأسماك والأحياء المائية كل حساباتها الآن بالقمر. يبقى إيه أبقى. الحق سبحانه وتعالى ليه عمل كده؟ قلنا ربطنا علشان لما تكون السنة هتزيد 11 يوم الميلادية تقوم السنة الهجرية هتنقص 11 يوم يقوم يدور تدور مواسم العبادة دورتها في كل العام. فيجي رمضان مرة في الشتاء ومرة في الصيف ومرة في الخريف ومرة في الربيع مش كده؟ فكل الناس تنتفع بانه ده قصير وبارد وحر ومش عارف ايه. وايضا الذين يحجون لو ان كده وكان يجي الحج ده في عز الصيف يبقى البلاد اللي في القطبين او في البلاد الباردة دي ما يستطيعوش يخبر. يقوم يقول لك اللي ما يستطيعش بقى طقس ويبقى كده يستنى لما تيجي الدوره ويجي الجو الايه يبقى اهل المنطقه الحاره المناطق الحاره يبقى لهم ممكن انهم يخدم واهل المناطق البارده ممكن ايه لان يبقى ده ما يستحملش وده ما يستحملش وده يصوم وده يصوم تبقى عمليه ايه عمليه موزعة. ما يفضلش واحد يصوم اليوم في رمضان 14 ساعة واحد يصومه 8 ساعات. نقول له لا وده ما يصوموش في الحر وده يصومه في الايه يوم يبقى كله ايه الاستطراق. بيقول واتممناها بعشر واتممناها بعشرين كلمة وواعدنا موسى 40 ليلة وإذ وعدنا موسى 40 ليلة جابها كلها بالإجمال هنا لكن في آية تانية 30 وأتممناها إيه وأتممناها بإيه بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. ليه؟ لأن في الزمن حين تحسبه الحساب بيختلف. إحنا عندنا دقيقة عندنا ساعة عندنا يوم عندنا إيه أسبوع عندنا إيه شهر. تقوم لما تيجي في حاجة اكتر من الشهر يبقى الشهر هو الايه هو الفاصل. انما ما تجيش في يوم وتيجي تقرخه له 31 من الشهر واحد على 30 من الشهر ما تقرخليش بدقيقه في السنين ما تقرخليش بالشهر في السنين ولا تقرخ باليوم في الشهر ولا تقرخ بالساعه في الايام ولا تقرخ بالدقيقه في الساعات. يبقى لازم تاخد كل ايه يعني مثلا انت عندك كميه مثلا ما تقعدش تعملها لي بالجرام ان كان دون الكيلو يبقى جرم مش كده انما ان كانت اكتر تبقى كيلو مش كده ولا لا. وحتى هم عملوا الحسبه دي ويجي في الباشاء اللي هتبقى اكتر من كيلو وعمل لك قطعه حديد 10 ايه 10 مثلا كيلو وقطعه حديد 5 ايه 5 كيلو. اذن فكل شيء على ما دام يزيد عن الشهر يبقى ما يقولش 40 ليله على طول كده يقول لك هو شهر بس هنزوده ايه لان المساله زايده عن الايه عن الشهر يوم يجي على الشهر ايه هو الايه المكان. ووعدنا موسى الوعد ده علشان ايه جعل الله ذلك الوعد
تمحيصا لقوم موسى، لأن الله يعلم فيهم طبيعة العناد واللجاجة، ولا يأخذون المسألة بيسر وسهولة. ولذلك رسول الله حذر أمته من أن يكونوا كبني إسرائيل، شددوا فشدد عليهم في قصة البقرة اللي هتيجي. ما هي؟ ما لونها؟ ما هي؟ ما لو النبي قال لو ذبحوا أي بقرة لكفتهم، لو ذبحوا أي بقرة من الأول لكفتهم. ليه؟ لأن مدلول ما يقال له بقرة ذبحنا، إنما أنت بقى تقول ما هي، ما لونها، مش عارف إيه. يبقى لما الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تكونوا كبني إسرائيل شددوا فشددوا عليهم، يعني اتركوني ما تركتكم، اتركوني لأنني لا أحب لكم العنت ولا أحب لكم المشقة، لا أحب لكم العنت ولا أحب لكم الإيه، فما دمت أنا تركتكم ما تفتحوش أنتوا على نفسكم الإيه، على نفسكم الأبواب. الله سبحانه وتعالى أراد أن يمحص بني إسرائيل تمحيصا آخر، ويبين لنا موقفهم بعد الإنجاء هيعملوا إيه، وإلا لو خطف لنا المسألة خطفة وجيه بعد الإنجاء ونزلت التوراة ما كانش هيجي التمحيص الثاني اللي طلع السامري كافر، اللي طلع السامري كافر. ما جاءوا بعد موسى ذهب لميقات ربه وأخذ النقباء اللي وياه علشان يقابلوا ربنا، عشان بقى هينزل لهم الإيه التوراة. هم عملوا إيه بعده؟ مش جاوزنا ببني إسرائيل البحر ومروا على قوم يعكفون على إيه؟ قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. مش كده اللي حصل منهم كده؟ المسألة لسه ما انتهتش، لسه ما بردتش، لسه انتوا طالعين من الغم. من الغم. وبعدين لما موسى سابهم وخلف فيهم أخاه هارون، وجيه بقى هم وهم في مصر عادة زي النظام التبيح أو الخادم زي ما نقول، لما يكون مثلا يعمل فرح يقوم يروح يعمل من عند أسياده أو من الناس اللي بيخدمهم أو من الناس اللي بتاعه، يجيبوا الإيه، هات القلادة للبيت تلبسها، هات عندك الإسوارة للبيت تلبسها، هات الخاتم، هات مش عارف إيه. عملوا حكاية زي دي شوية أفراح علشان ياخدوا من إيه، من كم فرعون ياخدوا شوية حلي، وهم ما هم عارفين بقى أنهم طالعين، وخدوهم فضلت عندهم الإيه الحلي. شوف لأنهم حتى لما اختلسوها مع ان فرعون هو متمرد، لكن ربنا ما بحليش ان انا لا نطيع، لا نكافئ من عصى الله فينا بان نعصى الله فيه، تبقى قد بعضه، ولكننا نكافئ من عصى الله فينا بايه، بان نطيع الله فيه. وهذا هو التقريع، لانك انت لما يجي واحد يعصى ربنا فيك وبعدين تعصى ربنا خلاص، انما ساعه ما تطيعه انت ده استخزاء له، انت قدرت على نفسك وتحكمت فيها وتحكمت في عواطفك وكظمت غيظك وغضبك وعملته بما يرضي الله، دي تبقى لزع له اخر ولا مش لزع ايه اخر. ولذلك هو ده اللي قاله ابو الدرداء لما بلغوا ان فلان واحد شتمه، قال له بعت له كده كتاب يقول له يا اخي لا تسرف في شتمنا، بده برضه يحترم غيظه، يقول له بس اشتم انما مش كتير يعني، خليك يعني يا اخي لا تسرف في ايه، في شتمنا، واجعل للصلح موضعا، عشان ما تبقاش تخجل لما الناس تجمعنا مع بعض كده، هتبقى تخجل لما وجعوا. فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. الله لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع. فالحق سبحانه وتعالى خلوا الأموال الذهب والحلي، يقوم ربنا يجعل الذهب والحلي دي مش ينتفعوا به، يقوم يجعلوا سبب في فتنتهم واغوائهم عشان يعبدوا العجل تاني. ولما موسى السامري ياخد ويصهر الذهب ويعمل لهم عجل ويتفنن فيه ويجعل له خوار ويقول هذا الهكم واله موسى، الله شوف منه جاي منين، يبقى مش ممكن يجي منه خير ابدا، مش ممكن يجي منه خير. ولذلك دي تنبهنا ان انت ما تغتصبش حاجة عشان تعمل بها حاجة، لانها لن تأتي لك الا بشر، ان كلت منها تبقى خلاياك اتربت من حرام، ساعة الخلايا ما تتربى من الحرام تنمل للحرام، انما خلايا تتربى من حلال تبقى خاشعة، ما تدكش جنون، ما تدكش هوس، انما انت عايز خلايا تيجي من حرام وبعد ذلك لا تؤرقك
في المعاصي؟ لا، لانها ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال الواحد منكم يدعو الله ومطعمه من حرام ومشربه من حرام ولباسه من حرام فانا استجاب له، ده الابعاد نفسها مكونه من حرام. شوف، فيقوم ربنا سبحانه وتعالى كانهم اختلسوا الحلي بتاع الايه بتاع القبط بتوع فرعون وخدوها، يقوم تيجي عليهم ايه وبال، ويجي موسى السامري ويروح عامل لهم الايه العجل ويقول لهم هذا الهكم واله ايه واله موسى، وبعدين يجي يلاقي الحكايه. واذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. شوف كلمة وأنتم ظالمون ديا تدل على أن اتخاذ العجل كان لأنهم ظلموا. ظلموا في إيه؟ خدوا ودائع من الغير، وإن كان ولا ردوهاش، خدوها سرقوها وقعدوا عملون ربنا ما يعملش بقى إلا الذي. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، امتنانات يعملوا الذنب، والذنب الفظيع هذا ذنب قمة، ذنب قمة، لأنه في إيه؟ ذنب في العقيدة، قمة العقيدة، ومع ذلك ربنا بيقول وبرضو عفيت عنكم، وبرضو عفيت عنكم. قصة بقى اتخاذ العجل هتيجي في الصورة أخرى مفصلة. اتخذ قوم موسى إيه؟ من بعده عجلا جسدا له إيه؟ الخوار. وعرفنا بقى أن العجل ده متخذ من حلي مين؟ يعني المادة بتاعته مسروقة، المادة ايه؟ مسروقة. ومادة مسروقة، ادي المادة مسروقة ومعمول منها ايه؟ عجل. عشان ايه؟ يعبدوا، عشان تبقى حرام كم مرة يا اخوة؟ ها؟ حرام كم مرة دي؟ كتير قوي. بعدين ومع ذلك عفى الله عنه، لانه يريد ان يستبقي عنصر الخير للناس، ويريد ان يعلم خلقه انه ليس ربا جبارا ولكنه رب رحيم، ويفتح أبواب التوبة كما قلنا، لأن فتح باب التوبة حصر لخلايا الشر في النفس الإنسانية. لأن لو أن كل إنسان حين يذنب ذنبا ينفلت من قضية الإيمان ولا يتوب الله عليه ويقبل توبته، يبقى كل واحد عمل ذنب سيستشري بقى، ما خلاص انتهت المسألة، يبقى اسمه ايه؟ زي ما بنقول عليه فائد، مستبع بقى. لكن حين يصنع الذنب يقول له الله ان تبت انا حقبلك، وان ندمت على الذنب انا حجعل الذنب دي حسنة لك. شوف ازاي الله عايز يعمل ايه بهذا، ليه؟ عايز يحصر خلايا الشر في النفس الانسانية، ومدام يحصر خلايا الشر في النفس الانسانية، وإلا فمن منا لم يذنب؟ لو ان الله لم يفتح باب التوبه واذنبنا وحاملنا العقاب نقول خلاص ما انتهت المساله بقى، نعمل اللي احنا عايزينه، مش كده ولا لا؟ نعمل اللي احنا عايزينه، اهي نعمل اللي احنا عايزينه، دي هي اللي ربنا مش عايزها. وبعد ذلك قال لا، الله افرح بتوبه عبده المؤمن من احدكم وقع على بعيره وقد اضله في فلاه. البعير اللي شايل عليه كل حاجه وماشي كده، وبعدين البعير ته منه في الصحراء، والراجل قاعد يحتار، عليه زاده وعليه خيمته وعليه كل حاجه، ما هي كل دولته على البعير، عليه حياته كل حاجه، يعني وطنه البعير، لان فيه البيت الشعر بتاعه وفيه الزاد وفيه كل حاجه بتاعته. فساعتها يضل بعيره، يبقى ايه؟ مالوش حاجه ابدا. يقوم يلتفت ليه مشي كده وراح وقع على بيه، يفرح بيه ولا لا؟ نعم. لله افرح بتوبه عبده المؤمن من احدكم وقع على بعيره وقد أضله في فلاه. شوف ربنا ايه، شوف ربنا بيفرح ازاي. اذا هذه العملية بفتح باب التوبة، لان ربنا هو ربنا يعني يريد ان العالم حركته تضطرب، لا هو يريد ان تستقيم. فهب ان نفسا غفلت مرة، او شهوتها قادتها مرة، او الشيطان وسوس لها مرة، ما دمت يا رب خالقني وأنا لي اختيار ومن الممكن أن أنسى، وحصلت في أبونا آدم وانت علمتنا التجربة وبعدين تبت عليه، ما هي العملية دي كلها إيه؟ يبقى إذن فتح باب التوبة حصر لخلايا الشر في النفس الإنسانية، عمل عليها حصار. وقال له لا، ده بالعكس، ولذلك الصالحين يقول لك ده فيه كثير من أعمال الخير بتتأتى من الناس الذين قد أسرفوا على أنفسهم في بعض الشيء.
لانه لما اصرف في ناحيه يوم يجي في ناحيه خير تاني يسرف فيها لعل الله يحمل هذه على هذه, يقوم تشوف ناحيه ايه, ناحيه خير فيه كتير. ولذلك يقول لك فلان كذا, يقول لك لا ده في ناحيه خير كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا, وكل خير يتعدى الى الناس هو ده اللي يفرح بربنا, لان ربنا عايز مجتمع ايه, مجتمع متساند, مجتمع متعاضد, مجتمع ايه متكافل. ولذلك الكريم بيبقى عند ربنا له منزله كبيره. ليه؟ لانه خيره متعدي. ولذلك النبي يقول لنا تجافوا عن عثرات الكريم. تجافوا يعني لما تلاقي للكريم عثره داريها عليه وسيبها, فان الله ياخذ بيده كلما عثر. فان الله ياخذ بيده كلما ايه, كلما عثر برضو ربنا ياخذ ايه, ياخذ بايده. إذن فكون الله يتوب عليهم مع أنهم كفروا بالقمة في عبادة الإيه, في عبادة العجل, قال لك طيب أهم كانوا لسه المنهج ما جاش, نستنى ما نشوف بقى عن إيه هيجي لهم المنهج مع مين, مع موسى, وموسى يرجع, وبعد ذلك موسى يجي يرجع يلاقي المسألة دي. يقول ما خطبك يا سامري, إيش الحكاية اللي حصلت منك دي, ويمسك أخوه يقول له أنا مش أنا خلفتك كده علشان قال له يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي, إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم إيه ولم ترقب قولي, أنا خفت. عمل السامري, عمل السامري اللي كنا قلنا عليه, فموسى الذي رباه جبريل كافر, وموسى الذي رباه فرعون مرسل, أهو السامري دي سرق حاجة من حكاية جبريل. كان يرى أن جبريل كلما يجيله على فرس كان بيجيله على فرس استئناسا, ان دي يعني ما يشم ما يفهمش انها مسائل مخالفه للسنن. فكان بيشوف كده ان الفرس بتاع جبريل كل ما تمشي على حته حافرها يطأ حاجه يخضر. قال الله اذا الحافر ده في ايه, في سر, في سر. طب ماني وتيجي له الحياه كده ويخضر ومش عارف ايه, فهو بقى ايه راح واخد ايه شويه من خد شويه من اثر الايه, من اثر الرسول. ام لما عمل العجل حط شويه من اثر الرسول, فقالوا دبت فيه الحياه. ما تستعجبش من ان صاحب الفتنه يجد معونه من الاسباب عشان تفتن. ليه؟ ما هو علشان نصفي المسائل. نعم, عشان نصفي المسائل تصف, لان الذي يحمل دعوه لا بد ان يهيئ تهيئه خاصه ويعد اعداد ممحص. ولذلك قبل ما ينتقل الرسول الى المدينه حصلت الفتنه والابتلاءات للصحابه, عشان مين ما يثبتش الا الجوهر الايه الصافي, الجوهر الايه النقي, يجي يحدث بالاسراء علشان شويه يطلعوا مثلا الناس يؤذوا يفتنوا. لان ايه؟ لانه يريد الممحصين الذين يؤمنون على حمل الدعوه. الله, ويمكن ان يؤمن على حمل الدعوه بعد ما يتجرب. ولذلك كل اللي حملوا الدعوه وناس خرجوا من نعيم, خرجوا من نعيم. يعني مثلا مصعب بن عمير اللي كان فتى قريش المدلل مثلا, فتى قريش المدلل ده اللي عنده الغنى وعنده اللبس وعنده العطر وعنده وعنده وعنده, وبعد ذلك يرى وهو لابس جلد تيس. يوم النبي يقول انظروا كيف فعل الإيمان بصاحبكم, والله لقد رأيته في مكة وهو سيد شبابها. ازاي الإيمان عمل وياه كده؟ دسمهم من خصوم الدعوة. ولذلك كل صاحب دعوة لازم يوطن نفسه على أنه يتحمل المتاعب وعلى أنه يتحمل الآلام. وحين يتحمل المتاعب ويتحمل الآلام يبقى اللي بيدعوه يقول الله ده مش عايز الدعوة للأباء والفخفخة. ولذلك تجد كل دعوة ضلة طرفها يأتي لدعاتها أولا, وكل دعوة حق تعبها يأتي لدعاتها أولا. الله يفتح عليك. لما تيجي تشوف مثلا دعوة الشيوعية تلتفت تلاقيهم يخطفوا شوية الناس اللي عندهم عقدة من الفقر وعقدة من اللي مش عارف ايه, ويقعدوا يفيضون عليهم من الأموال, وتلتفت تلاقي الولد عمال بيشرب بقى سجاير ايه, ولبس جزمه مش عارف شكلها ايه, ولبس مش عارف ايه, وعاش بقى عيشه ايه. يقوم دول بياخدهم اتمن ضلالهم مقدما, لان لما يجي الضلال مش هيبقى لهم تمن, فبياخدها الاول كده. لكن صاحب الدعوه الحق هو اللي بيدفع الاول وهو اللي بيضحي الاول. حين يرى الناس ان واحد ما بينتفعش بهذا الامر وتعبان فيه يقول يا سلام, اذا كان راضي لنفسه هذا يبقى ده لازم دعوة ايه؟ دعوة حق.
ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يجي يروح مشرع كده أهله ما ياخدوا الزكاة. أهله أهل بيت رسول الله أبدا. ولما يموت ما يورثوش. الله. يبقى إذن حرمهم من إيه؟ مما يوجد لأمثالهم من غير أهل بيته. نعم. يبقى إذن الدعوة جت عليهم هم. مش كده ولا لا؟ لكن دعوات الباطل الخير يأتي لهؤلاء. فحين ترى ان اي دعوة تغدق اولا على اتباعها فاعلم ان الدعوة ضالة ولولا الاغداق لما تبعها احد. وان اردت داعيا منتفعا باي شيء من الدعوة فاعلم انه ضال ايضا لان صاحب دعوة الحق يتعب اولا. يجهد اولا ويقعد فسرها كده في الكون تقوم تلاقيها منطقية. ايه منطقية؟ طبيعية. منطقية طبيعية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم في لقاء آخر لنواصل رحلتنا مع بني إسرائيل. آمين يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.